مود متاع الجيمينج في تونس اليوم مود كبير في العالم. في تونس مؤخرا دخلت العقلية هذه شوية في ذهن الشباب التونسي. رابور تونسي بشهزنا للمود متاع الجيمينج. نحكي على تغنوات تنطلق غدوة, نحكي على بسيكو ام, ضيفنا مباشرة على غاديو ميد. مرحبا بيك. أهلا بيك. شنو أحوالك؟ والله الحمد لله, لاباس عليك. الحمد لله. الناس فما ناس تعرف اللي انت بديت جيمر وناس ما تعرفش اللي انت العالم متاع الالعاب الالكترونيه بديته قبل الراب. بسيكو ام في برشا تصريحات تلفزيه ولا اذاعيه حكيت شويه على العالم هذيه, برشا ناس تفاجئت كي حكيت المره هذيه على تغنوه اللي باش تنطلق غدوه. قل لي قبل ما نحكيه على غدوه وشنو باش يصير غدوه وشنو الجو بالضبط, وقتاش بدا هالغرام هذايا؟ خاطر نعرف اللي هو غرام. والله بداية من تعاول الحاجة اللي ديما نقوله من بسيكو ام, هو بسيكو مونتيس من الجيم البرسوناج متاع في جو اسمه ميتال جير معروفة برشا. وبديت من التسعينات, بديت مع وولفنشتاين ودوك نيوكم ودوم اللي عاملة ثورة في الجيم, وبعثوا تحرمتوز وسبيتر ستيك وكل يعني تقريب لي جو الكل. بسيكو ايه ما عندك مشكلة في الغيزو؟ كان جوست تبدل بلاصة باش نسمعوك خاطر نسمعو فيك صوت مقطع. يعني فما رأيت توا الجيمينج والمانجا معناتها العباد يمكن ما عندهمش عليها فكرة كبيرة, ما رأيت فيها فلسفة وفيها برشا يعني موندو كبير برشا ويثقف برشا. انا نذكر اول ما دخلت تونس كانوا لي بارون يخافوا على صغارهم اللي يشوفوا صغيره قاعد برشا قدام الاورديناتور وحطها في العائلة عندي خويا هكيكا. عبيت وصلت قبل تلوش حتى في بالهم مرض الجيمينج. توا فهموا اللي هو نجم يعمل برشا فلوس راهو بالجيمينج. يا ابار لي فيها فلوس وفيها اثاق وفي كل شيء. انت ديجا تحكي ديجا عملوا هما فما تلفزه تونسيه نورمالمون من اكبر تلفز جايبه ايميسيون على الجيمينج في عود تحكي يعني اللي فما جايبه تحكي يعني بفاسون خايبه وتحكي على الحاجات النيجاتيف في الدومين هذايا. الوغ في اي دومين فما حاجات بوزيتيف وحاجات خايبة بالضبط. معناتها الفاسون اللي حكيو بها معناتها كانوا نجموا يحكيو بفاسون خير ما نعرفش عليها يعني مش فاهمين. وسينو الدومين هذايا راهو دومين باهي برشا ينجم اما خير يعني ولدك يمشي للدروغ ولا ينجم يمشي ولا شباب يمشي يعني الارهاب ولا دم غزوه ولا كذا يمشي للمجال هذايا يلقى فيه روحه يثبت فيه روحه نجم يلعب في دي كومبيتيشن نجم يتعرف على بعض الجد كيف هو مع الدومين به برشا ما صاروا برشا تشويه وبعدين مش فهمته بالكذا. لكن فما دي جو هوني نجموا يأثروا على الشباب متاعنا. معناتها نذكر قبل زيدا كانت حضروا برشا اليوم ناس تفهم في الجيمينج حضروا من دي جو معينين وتم حتى معناتها قصوهم لي جو في بلدان من العالم وحتى في تونس. شو ليه ما هما شوف هي مش لي جو كهو نجمو يأثروا والكرة تنجم تأثر الكوليجي نجمو يأثروا تي طفلة عندي تبدأ جواني يحبها يولي يسرق الفلوس البوه يمشي يشيلها في الدخان يخلص عليها درشنا تقولي انت اللي جو يأثروا برد حاجات نجم تأثر في الدنيا هذي يبقى فما دي جو كيما الأفلام ما تنجمش طفل صغير عمره 7 سنين يتفرج في فيلم يخوف على خاطر باش يقعد في اللاوعي نتاعو تصور هذوكم ويبات يحلم كيف زاد لي جو فما ليفل نتاع دي جو فما دي جو نتاع ولاد صغار دي جو نتاع ولاد كبار اللي فيهم مثلا شويه فيولونس كارتوش كذا كذا معناتها فما عمر معين بطبيعه ما تنجمش تجي طفل صغير ما يدخل ويلعب جو معناتها كيما جي تي اي ولا غير وهو مالوغوزمون صغيراتنا قاعدين يلعبوا في جي تي اي ما تنعرف انا شكون 5 سنين و4 سنين وست سنين اول لعبه يظهر لي جي تي اي. نقول لك حاجه انا والله انا عشت البرة وشفت معناتها عشت برشا البرة عشت في بريطانيا عشت في المانيا عشت في برشا بلدان البرة وقارنت مش المجتمعات قارنت ولاد صغار انا واحد من الناس معناتها من بلاستين هنا نقول لك راه ما تقلقوش والله حتى يلعب مش جي تي اي مع خاطر غاديك طفل صغير يبدا عمره 6 سنين كيبوه يعيط عليه ولا امه تعيط عليه دبرم ويدخل في ديبريسيون ويتعدى عن طبيب وتاثر عليه حتى 25 سنه ويوصل عمره 30 سنه ومتقلق في حياته. مهنة طفل في فرد العمر 6 سنين يجي ابوه يعطيه شلبوق باش يلف على راسه طيب يهرب ويقول له بابا ما وجعتنيش معناتها مش كيف شباب نتاعنا نحن ياكل في البلادي وما نعرفش درافيش ياكلوا وكاسكروت ما تاكلش البلادي انت يا بسيكويم ناكل البلادي غاديكا مش كيف غاديكا انطونيو نيكولا وكل شيء انا نحب نبدلك على خاطر باش يرسوها
معناه تقول انت ما اثروش عليهم كيما الصغار البر. معناتها لهنا محلاتي هو بطي هو بطبيعته جي تي ا في راسه، غادي يربيه كيما يربيه لهنا، غادي يربيه ويقول له احترم. والله مشيت بحدا صاحبي غادي مشينا على اي مثلك تعمل معنا اقل حاجه يقول لك شكرا ثانك يو. هنا في تونس كيفاش يربي؟ يقول له هاو عمي اعور عمي تورني فيزا على عمي، وعمو يبدا يضحك مش اثر عليه جي تي ا. معناتها تحتي بالله ليه سينا، والله سينا موندو تحفون على الاخر فيه برشا جو. ديجا انت تكلم فيه وانا مع اصحابي توا اربع اصحابي خلينا نلعبوا مع بعضنا في الورزون فهمتي، وانت وتقابلنا في الدنيا توا تعرفك على برشا عباد باهين و سي فري تام برشا اصحاب من العالم الكل. هذا هي لافونتاج، وتو تحكي لغات اون بلوس، نعرف صغيرات تحكي لغات من لي جو هذوما دونك صحيح بالحق. قولي بسيكوين، خلينا نحكيو شويه على مسيرتك من بعد نحكيو على التورنوا اللي حضرتها على الجامعه زاده وغيرها من الجيمينج للراب، ومش العكس خاطر فهم برشا عبيد في بالهم العكس. كيفاش من الجيمينج؟ نعرف الجيمينج ياخذ برشا وقت وساعات يخليك تنعزل بالحق على العالم، معناتها تركز ياسر في الجوري تلعب فيها وغيره. كيف مشيت للراب؟ ونعرف الراب لازم تركيز زاد. بشوف انا بالنسبه لي انا ما يكون تجربه خاصه، على خاطر انا فما حاجه تجمع بين الراب وبين الجيمينج اللي هما زوز بالنسبه لي انا كيما ثيرابي، على خاطر انا كيما اي واحد تعدى برشا مراحل خايبه في حياته يدخل في ديبريسيون ولا يصير له وزاد خايبين ويحب يهرب. فما شكون كيما قلت لك يهرب للدروك، فما شكون يهرب لحاجات اخرى خايبه باش ينسى. انا هربت للموسيقى وهربت للجيمينج الوقت اللي نعديه غاديك باش ننسى به الحاجات الخايبه والحاجات اللي نشوفها قدامي اللي نعيشها في المجتمع وكذا كذا. فتعاوني برشا باش كلماني برشا الدومين هذايا وخليني معناتها نبعد على برشا حاجات خايبه كنت نجم من نعيش. وكما قلت لك تعرفت بيه على برشا ولاد مع اصحاب جدد ولا هذه الحاجه سيكو ايما قاعد يدخل في الفلوس من الجيمينج؟ اي بالطبيعه دومين تنجم تدخل منه برشا فلوس. لا انت قاعد تدخل في الفلوس توا؟ اي هذه والله تاو نخرجوا نعملوا قهوه ونحكيوا هذا، يعطيني نمرك في الفيزيت تاو نعملوا قهوه ونحكي لك. علاش خلي الناس تعرف يتشجعوا لي بارون يعرف لي الدومين معناتها ما يعرفوش شخصيه ما يتحكيوش قد تخلص انت في الراديو. ليه ما سالتكش قديش قاعد تدخل من الجيمينج؟ قلت لك الجيمينج في تونس اليوم نجموا ندخلوا منه فلوس، هذا السؤال. في بالي تسال عليا. لا 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 والله خاطر بحذايا برشا حد والله يدخل والله يدخل. اذا تعرف كيفاش تخدم يدخل. دونك خلينا نفسروا الناس التورنوا نتاع غدوة. هالجو ساعد باش في التورنوا الجامعة اليوم اللي تهتم زادة بهالالعاب الالكترونية وغيرها. باهي شوف عصام اخويا مش عليك، نحن المره اللي فاتت حكينا مع الجامعه قعدنا وتقابلنا وديجا ولينا نخدموا معناتها الخدمات كلهم اللي باش نعملوهم والبروجي كلهم والتورنوا كلهم تحت اسم الجامعه مع سي ماهر ومع اخونا مهدي اللي بالحق معناتها كي قابلناهم زادوا موتيفاونا باش نزيدوا نقدموا اكثر في الدومين هذا. كيما انا مقبليك بالحق نفذلك اما بالحق باش نحكي سيريو القطاع هذا ولا المجال هذا راهو ينجم ينافس برشا قطاعات اقتصاديا، معناتها فما برشا عباد نجم تنفيستي فيه وبرشا عباد نجم دخل منه برشا فلوس وبرشا دي جون ينجموا يوليو دي جوار بروفيسيونيل يولي عندهم ليسونس تحت سقف الجامعه ويعملوا دي كومبيتيسيون يولي عندهم لي سبونسور نتاعهم والجمهور نتاعهم كيما لي بارتي نتاع الفوت تلقى المكاشخه كونتر ليتوال والكلوب كونتر كذا كذا عندها جمهورها. كيف كيف زاد جمعيات هذوما في الرياضه الالكترونيه ينجموا يكون عندهم الجمهور نتاعهم ويساندهم والجمعيات هذيا والوليدات هذوما ينجموا ينخرطوا في معناتها في المجال هذايا وينجموا يلعبوا كيما انت يعني فما عباد تمشي تترينا تعمل يوزي كامبيدو، فما عباد تمشي تعمل فوت، فما عباد تعمل ناتاسيون، فما عباد زاده كيف كيف تمشي تعمل الرياضه الالكترونيه هذه اللي فيها اكثر من ديسبلين، فيها الفالو، فيها اللول، فيها الفيفا، فيها الكول اوف دوتي، فيها اكثر من سبيشاليتي مفتوحه يعني للشباب الكلها. اللي باش نعملوه نحن هو باش نحاولوا نحلوا الباب وفما برشا دي سبونسور وحكينا مع برشا دي سبونسور كبار اللي هما فاهمين اللعبه وعارفين اللي مجال الديجيتال ومجال الجيمينج اللي هو من هون عامين مهنه قدام باش يطغى وباش ياخذ يعني البلاصه نتاعو اللي مازال ما خداهاش. الاشكاليه علاش لحد الان نزلت ما تعرفش ولا ما لقاش ما فماش ثمار في المجال هذا هو العباد اللي تخدم مع احترامي للناس كلها ما عرفتش تخدم. كيفاش اللي جاء دخيل على الميدان هذا ما يعرفش
جوست هكاك شاف فهم لي فما دي جون مغرومين كذا يجي خليني نضرب ضربتي، والا يجيك يعمل تورنوا ويمشي يهرب على روحه ويضرب ضربته ويمشي. ما احنا اللي حكيناه قلنا باش نعملوا استراتيجيه على المدى القصير مع الجامعه واستراتيجيه على المدى الطويل. المدى القصير هي لي تورنوا اللي تنجم تشارك فيهم وانت ماكش تحت الثقافه الجامعه، خاطر باش تقعد هذيك الامور اللوجيستيك تاخذ برشا وقت وتعمل ليسونس وكذا ولجنه وكذا كذا. تو الناس الكلها تنجم تشارك، صحيح الجامعه هي باش تنظم اما الناس كلها مرحبا بها وتنجم تشارك، واللي يربح بالطبيعه عنده الجائزه نتاعو باش ياخوها وتكريمه والحكايه هذيك كلها. في نوري على المدى البعيد اللي هي باش نحاولوا نعملوا كما نقولوا نحن مرافق عموميه، باش تكون بيان ايكيبي فيها لي بي سي جيمر، فيها للناس اللي ما همش خالطين فما دي جون يحلم انه يلعب الجو هذيك اللي يتفرج فيها في ستريمر اللي مغروم بها يلعب بها وغيره. نحن باش نحاولوا نهيئوا له مرافق هذيا باش ينجم يجي الجون هذيا يلعب الجو اللي يحبه هو، مش يلعب كهو. فما دي كوتش، فما عبيد دي زونترونور ولا دي فورماتور يفورميه في الجو هذيك، على خاطر يمكن الناس يسمعوا فينا تاو يقول لك فاش قاعدين يحكيوا هذوما. نحب نقول لهم فما دي جون ولاد صغار راهو يربح في تورنوا 3 و4 و5 مليارات توانسه، مش 5 ملايين 5 مليارات مليارات اي مليارات، يربح مليارات في تورنوا ويروح فرحان لدارهم. فما برشا عباد البرا ولات موتيفي ولادهم على لي جو فيديو وعلى الدومين هذا. وحاجه اخرى انا قلتها وديما نقولها برشا مرات، عملوا برشا دراسات ولقاو الجيمرز هذوما نيفو انتلكتويل ولا نيفو نتاع ولا ريفلكس نتاعهم ولا التحليل نتاعهم للحاجات اللي قدامهم ديما يكون اسرع واذكى من العاديين، على خاطر كيما الميسكول تنجم ترينيه، كيما البدن تنجم ترينيه بالميسكولاسيون بالجري بكذا، كيف كيف زاد المخ نجم تراني. والجيمينج من اكثر الحاجات اللي تنجم تراني المخ. تلقى لي جون انت لاحظ شوف لي جون غالبيه الجيمرز تلقاهم يقراوا بالكدا، ناجحين في قرايتهم، متربين، تلقاهم يعرفوا يتكلموا. يمكن صحيح انت تشوفهم في عزله، فما برشا عباد تقول لك هذوما في عزله، اما هذيك مش عزله، هو يشوف في حاجه انت ما تعرفهاش. فما الوان يشوفهم انت ما تنجمش تشوفهم بعينيك. هو ليه فما موندو هذاك كامل يعني صحيح، وما هوش حاجه خايبه كيما يسوقوا فيها، لا بالعكس. انت حكيت على مليارات، هذول اللول اكثر جو فيها فلوس اللي يربحوا فيها. فما برشا والله، فما اللول، فما مش كان اللول، فما 20,000 جو و 20,000 تورنوا في اكثر من ديسبلين قاعد يدخل. يعني اللي حكيت لك عليه ربح في الفيفا، اللي في الفيفا ربح مليارات في الفيفا. وعلى فكره عندنا له عندنا دي جوار طياره برشا في الفيفا توانسه، عندي جوار يطيروا بالكدا ويشاركوا في التورنوا البرا وكل، ولا يشاركوا. والله انا بالنسبه للفيفا، انا خاطر انا الاكثريه الكول اوف دوتي، اما بالنسبه للفيفا حتى حكيت مع الاولاد اي هزين يعني دي شامبيونا وهزين، حسب ما حكيت معهم يعني هما قالوا لي نيفو نتاعهم طياره برشا، وباش يزيدوا يشاركوا ديجا توا فما هي الكوب كدهلي قاعدين يخدموا عليها. والله مانيش عارف بالضبط في امور الفيفا، اما قاعدين يحضروا في حاجه ان شاء الله. باه غدوه التورنوا اللي باش نطلق نحكي على الكول اوف ديوتي، ما زلت الناس تنجم تشارك معاكم والا سي بون اخترتوا اللي كونديدا؟ انا حكيت مع لي زورغانيزاتور، سكروا يعني الانسكريبسيون، تلموا يعني هما 20 كلون 20 كلون مع 80 جوار في اللوبي باش يدخلوا باش تصير الكومبيتيسيون تبدا من غدوه على مده 4 ايام نورمالمون، وباش اللي يحب ان شاء الله باش نعاودوا نظموا دي تورنوا اخرين، وباش تكون زاد تحت ثقافة الجامعه. هذه لا هذه مازلنا ماهيش، هذه خارج ثقافة الجامعه، اما الجايه ان شاء الله باش تكون تحت ثقافة نتاع الجامعه بالتنظيم والتنسيق مع الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية. وباش نخدم عليها كوم باهية بالطبيعة، وباش نقولوا للناس نعطيهم لي زانفو الكل باش يدخلوا يعملوا الانسكريبسيون تاعهم، وشنو هي الرولز، شنو هي اللي فما، كيف يتحسبوا لي بوان، والحكاية هذيك الكل يعرفوها الناس اللي تشارك. بقى غدوة سي بون، معناتها الناس سجلت وكمل العدد يعني سي بون. كان يحبوا يعرفوا وين باش يتفرجوا فيه، باش نكون انا نهوست يعني كي نقولوا المعلق باش يحكي على التورنوا هذا، وباش وين باش تلقاوه التورنوا، باش تلقاوه في الباج نتاع سبيس نت.
معناتها تدخل الفيسبوك تلقى حط باج سبيس نت تلقى تحط اليان وتتفرج في اللايف اللي هو تنقل وقت معناتها لايك من 9 هكاك يبدا بارتير من 9 تزيد على الانستغرام نزيد نحط لهم ونقول لهم وقتاش بالضبط ان شاء الله. واضح يعطيكم الصحه بسيكو ام بالتوفيق لكم وان شاء الله في دي تورن والله اللي وليت بالحق معناتها تلقي الضوء على الدومين كيما هكا اكيد ويعطيكم الصحه بالحق. لا ما غير حتى مزيد خدمتنا الدومين موجود وفارض روحوا شبابنا كل يلعبوا اليوم في لي جيم ما نجموش ما نحكيوش. يعطيكم الصحه على مجهوداتكم الكل وان شاء الله بالتوفيق اكيد والازدهار للدومين هذا. يعيشك شكرا لك. كان معنا الرابور والجيمر زيدا بسيكو ام. احنا مغروم علي باللي جو حالي الميكرو نتاع اللي خلينا نسال السؤال لعب دي جو ولا انا اللي جمله الحقيقه لعبت مش مغروم لعبت باب الاكتشاف معناتها خاطر هو غرام يا يشدك يا ما تشدكش زي صار الفري فاير صبيتها معناتها قعدت مع 24 ساعه فقط عطينا ما جمله انا عندي كل واحد وجوه عندي اخواتي في الدار مغرومين عطينا اخويا ما يخرجش من البيت انا عندي اخويا عنده صاحبه اسمه علي يلعب معه فري فاير ما تبدا عيط عليه مش بلا عيط عليه انا ما نغلط جست مو يبدا يحكي معاهم عشت بيا ولا مش عليه ومع اللي يلعب معاه عيط لي عليه انا اخويا تجاوبه تحكي معاه بالعربي يجاوبك باللونجلي خاطر من صغير يلعب في الفري فاير وفي جي تي اي وما شنو الطفل يحكي بارفيتمون اونجلي ما تملي صغير بون تو باك ما تاخذي الباك ما شاء الله دونك هي لازمها مراقبه انا نقول على خاطر بالحق تاع من نوع من العزله راهو عليا لصغيراتنا لكن سي ان دومين يخليك في الفتح دومين على راهو فيه الايجابي والسلبي سي نورمال لما المهم ديما نحاولوا نأطروا اكثر ما يمكن باش ناخذوا الايجابيات ونبعدوا على السلبيات فوالا دونك فوالا احنا رجعنا